كان عندنا امل ان احنا ان المحكمه ترفض الطعن اللي مقدم من النيابه في براءه الرئيس مبارك، وبعدين الطعن اتقبل من النيابه، واللي سامعينه دلوقتي اللي انا فهمته ان هو اتقبل على الرئيس مبارك بس واترفض على باقي الناس. لا تعليق على احكام القضاء، اصل القضاء بتاعنا شامخ فمش هنعلق على احكامه. انا واقفه النهارده عشان الحكم اللي حصل النهارده الطعن، وقبلوه ضد مبارك بس. ازاي ضد مبارك بس؟ هو مبارك كان في التحرير عشان يقول قتل ولا في رمسيس. ده الراجل كان جوه القصر وطلع من القصر على شرم، ومن شرم تخلى عن الحكم وملوش دعوه ولا قتل ولا ليه دعوه بحد، ودي كانت مؤامره بكل المقاييس. وارجوك تنزل انك العالم كله بيقول ان دي مؤامره من اصغر طفل في مصر لاكبر راجل شيخوخه في مصر، قال ان دي مؤامره ومتدبره للعرب تما ومش لمصر بس. احنا بنتمنى البراءه من الرئيس مبارك.